وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في خطوة نادرة على بناء أكثر من 700 مسكن للفلسطينيين في جزء من الضفة الغربية المحتلة يخضع لسيطرتها الكاملة مقابل بناء 6000 وحدة سكنية استيطانية. يتعلق المشروع بجزء من الضفة الغربية المحتلة المعروفة بالمنطقة جيم، وهي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، في حين تشكل أكثر من 60% من أراضي الضفة التي يفترض نظريا أن تشكل جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية في إطار حل الدولتين وفق اتفاق أوسلو. ينضم إلينا من الناصرة في الداخل المحتل مراسلنا فهمي شتوي. فهمي، أهلا بك، تفاصيل أكثر عن هذه الخطة النادرة بموافقة طبعا المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية على مشروع هذا البناء، بناء 700 وحدة سكنية أو مسكن للفلسطينيين أو أكثر. هل هناك أي تفاصيل أيضا؟ أين سيتم البناء؟ ما هي المدة؟ يعني تفاصيل أكثر عن هذا الموافقة أو هذه الموافقة. نعم أحمد، يعني حتى الآن الحكومة الإسرائيلية والكابينت المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية لم يفصح عن تفاصيل كثيرة عن هذه الخطوة، ولكن ما عرف حتى الآن أنها على مدار يومين كاملين كان قد التأم الكابينت بجميع مركباته، المركبات نحن نتحدث عن حكومة انتقالية تضم أيضا أعضاء من اليمين المتطرف في إسرائيل، نذكر وزير التربية والتعليم رافي بيرتس وأيضا وزير المواصلات بتسلئيل سموتريتش، هما الشخصيات الأكثر جدلا في الساحة السياسية الإسرائيلية الآن. قد قاموا وصوتوا جميع المركبات في الكابينت، صوتوا على هذا القرار بالإجماع على بناء 70 وأكثر 700 وأكثر من الوحدات السكنية في المنطقة المناطق جيم للفلسطينيين، مقابل الشرط بتوسيع الوجود الاستيطاني والوحدات الاستيطانية في تلك المناطق. هذه الخطوات قوبلت بالشارع الإسرائيلي بالترحيب، وفي الشارع الفلسطيني قوبلت بالرفض الكامل. يعني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني عزام الأحمد كان قد رفض هذه الخطوات قائلا أن الفلسطينيين وحق الفلسطينيين أن يبنوا على هذه الأراضي ليس بموافقة من الإسرائيليين. جميع التقديرات أحمد قد ترجح على أن نتنياهو وحكومته الآن تقوم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، وكل هذه الخطوات تصب في ما يسمى بصفقة القرن التي تريد الإدارة الأمريكية طرحها في الوقت القريب. جل الإرهاصات المتعلقة بصفقة القرن وأيضا الزيارة المكوكية التي يقوم بها مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة، وأيضا هذه الخطوات تصب في هذا المطمع ومطمع الإسرائيلي على السيطرة على الضفة الغربية والسيطرة أكثر. كل التوقعات والتقديرات الإسرائيلية تقول على أن إسرائيل تطمع أن تقوم بوحدة أو كتلة استيطانية كاملة وتسيطر عليها، وتقوم الآن بهذه العظمة أو سموها بالعظمة التي ترميها إلى الفلسطينيين مقابل يعني السيطرة الكبرى على الضفة الغربية. أيضا هنالك مطامع انتخابية سياسية داخلية تتعلق بالانتخابات التي المزمع عقدها في 17 من أيلول المقبل. نتنياهو يريد أن يعني يرضي اليمين المتطرف في إسرائيل، وبهذه الخطوات ربما سيقوم يعني بزيادة أسهمه في هذا الشارع الذي يعني وخاصة كما ذكرنا فهمي يعني الموافقة تأتي قبيل حزب الليكود زيارة متوقعة لجاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شكرا جزيلا لك من الناصرة في الداخل المحتل مراسلنا فهمي شتوي.